ملي الحولية تقلب بحالك يا صدي بحالك يا عامر دهروك راه فيه لحم. والسردي راه معروف لا كان على الفنقي وكان على المزيان راه فيه لحم. كان على القديم راه تيكون فيه اللحم. كان على الفادي واخا يكون منفوخ تتسيبيه في الشوش. والحولي ملي تتقلبي بحالك وتلقاك ظهرو مزيان راه فيه لحم. العلف اخويا تنعلف انا الشعير البلدي ديالي. وتنعلف الدرا. الناس كيقول لك كنشريو الحول الضحيه وكيلقاو واخا نزاف فاش لحم الناس. وهذاك واش غنقول لك العلم ما تيكونش مقاد راه الف خر. انا راه عندي صحابي وعندي الكليان ديالي تيجيو من كازا ومن الرباط كل عام يعيدوا من عندي ما عمر شي قالوا شي حاجه. وعندي شي ناس تيجيو من القصر على حساب العيد تيدو من عندي من القصر. نعطيك الاسماوات ديالهم ما تيجيو يعيدوا من عندي ما عمرهم قالوا لي شي كلمه خايبه. واش غنقول الله يهديهم. لا كان اللي ما شافوش بعينينا. باش عرفنا حنا مزورين حنا ما شايفينش بعينينا واللي دار شي حاجه راه غادي. وحنا راه حنا مسادين نعاونوا المواطنين. دابا داكشي الناس في الثمن تنديروا ثمن مناسب تيجيو يديو من عندنا الناس تنديروا ثمن مناسب ما تنديروش واحد الثمن اللي ما كاينش. واه يا رب بسم الله بسم الله خويا رانا مقصد باب الله امور شويه ترجاه يا ودي راه العالي سبحانه. فاول حاجه كيقلب له الملامح ديالو واش يصلح الاضحيه ولا لا. واش كيف ما تنقولوا واش الديل ديالو طويل ما قرطيتش ما في حتى شي نقص في الرجلين ديالو ما تيعرج ما والو. كما نقولوا يا جميع الاضحيات كتكون صالحه للذبح. ما نقولوش حنا غير السردي بوحدو هو اللي صالح للذبح لكن البرقي كاين الصفرة. الحاله ديال السردي هي الاوصاف ديال السردي هو زعما ما كاينش شي فرق ما بينه وما بين الحوال الاخرين غير هو كيكون سردي يعني بيض وجهه بيض وعيني كحلين الكمامه رجلين كحلين رطوبيه. كتشري الحولي كتعرف كيبان لك الحولي كيف كتشوفه كيف كتذبحو ماشي كتشري داك الحولي اللي هو مصوف. المشكل ديال داك اللحم اللي تيكون زفر كاين واحد النوع تاع البشر اللي ما تيخافش الله دخلوا جداد ماشي كسابه قدام. اما الكسابه اللي كنهضروا عليهم هنا قدام ما كتلقاش عندهم هذاك المشكل. هذوك اللي كيجي جديد كيكون مثلا في اوروبا عنده الفلوس تاعت المحرمات كيجي يشري الحولي يشريه ناقص كيدق لي واحد البرا. الاطباء البيطاريين راهم عارفين هذه البرا راه ما خاصهمش هي اصلا ما خاصهاش تدخل كاع المغرب كيدقوا لي ديك البرا. داك الحولي تيعود ياكل ما تيعرفش شنو تياكل اللي حطوا لي كياكلها. هذيك البرا هي اللي كتبقى مأثره داك اللحم ديالو كيبقى داك اللحم مصنن. هاد الخرفه اللي فيه مطانقه راهم غير تيتعرف مولاهم ماشي سالمين. راه كاين اللي غادي ياخذ الخروف ويمشي يدير لي داكشي اللي خاصو يدار. اما الكساب اللي كتاخذو من عنده بحال دابا حنا عندنا كليه الحمد لله كيجيو من الدار البيضاء من الرباط كيجيو كياخذو من عندنا من هنا الحمد لله اقسم بالله العلي العظيم. لنهار العيد نهار اللي كيذبحو ما كيزقاش التليفون بالتصاور كلهم كيشكروا. يا رب يا سيدي عليا يا بويا اللي زارك فيه وليا بحال بويا سلطان وجدت كبير تبعوا من الماكله. نقول لك خذوا ما تاخذوش ماشي نوكلوا شي حاجه ماشي تنويه وتديه وتعود ليه اللحم ديالو. انا بنين بغي نشري كيفاش نقلب. كيفاش تقلب نحاول نقلبوا من البادره ديالو ومن القزره ديالو. القزره كتشوف اللحم هاك وتشوف القرف هذا كيفاش دايره وتشوف البادره ديال الحولي كيفاش دايره. هذه هي التقليبه ديال الحولي ماشي تشوف العين ديالك ولا تحضير القرن ولا تحضير شي حاجه. حضي القزره ديالو وحدي الكساف ديالو. شو الكساف ديال الحولي تبارك الله كثير. السردي معروف مزيان من التاصيله من الارض من المرقد ديالو. دايما هذا المرقد ديال بلاد المسكين كله بيض اللحم ديالو كله بيض ماشي شي تصيبو كياكل شي حاجه ملوكته ولا شي حاجه. من الربيع للعشب والمرقد مليح واخا تديه ناقص واخا تديه مليح ما تصيبش اللحم ديالو خاسر. هذا اللي كيجعل الناس كيمشيو ليه بزاف. الناس كيمشيو ليه بزاف. كيجي ليه بزاف. حنا دابا كنبيعوه الحمد لله على الكليان. ما عمري هزيت شي حولي للسوق ولا هزيتو لشي بلاصه. كيجيو عندي الحباب بحالكم كيديو داك القسم اللي كاين كيديو منهم.
ما كان نمشي ما كان ما نتحل. مسكين ما معروفاش بالماعز. لا معروفه بالسردي. بالسردي صافي. بالسردي هو اللي بس معروفه بلاد المسكين. شكرا. والله يحفظكم. خليك هكذاك. الغنمي موجوده رخيصه. شحال واصله دابا؟ 50 درهم وقل كاين سامي اقل من 50 درهم. المعزج 60 درهم. المعزج شويه هذا البقري موجود 1160 درهم. ثمن ناقص حقاش السواق حارسين وكنسير نشريوها من الديور. كتذبح في البطوار كيطلع الطبيب يدوز الطبيب. كنشريو من الدواور كنخرجوا دابا للدواور وكنشريو. باين موجوده. البقري موجود كلشي موجود. الناس ناقصين في ناقصين في الثمن. المنطقه ما كيدورش الخوا دابا راه فروج خاوي قليل اللي هذاك تذبيحه قلت دابا مع هذاك الذبيحه قلت واللحم موجود. الغنمي السردي هو اللي السردي هو عندنا حنا السردي والمعزي مليح. ها المعزي هاو جدي الغنمي حوليه ممتازه. البقري العجل اللحم رخيص دابا. اولادك راه اولادك اهلا لا راه وليد وحيدا اولادك راه راسي صافيه اولادك لا لا ياك خد ورده.